كل ما يتعلق بأيام الأسبوع في اللغة الإنجليزية أنا طب أنا أحمد أسامة أو أحمد أسامة حسب أنت بتنطقها بالعربي ولا بالإنجليش. النهاردة هنتكلم على أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية. مش هنتكلم بس زي في فيديوهات تانية بتشوفها على النطق, أنا هكلمك على كل حاجة ليها علاقة بأيام الأسبوع. طيب خلينا نبتدي مع بعض بأول حاجة النهاردة وهي النطق الصحيح لأيام الأسبوع. خلينا ناخدهم كده مع بعض. عندنا أول حاجة هي Saturday. Saturday يعني يوم السبت, مفيش بقى Saturday وكده, هي Saturday. لازم تكرر ورايا لو بجد عاوز تغير نطق. تاني يوم وده سهل مفيش مشكلة Sunday, بعد كده Monday. عندنا بعد كده دي بقى فيها تركيز غنونة, حاول تضم شفايفك معايا وقول Tuesday Tuesday, وكل يعني حاول تطلع تتفتف كده في الاول وانت بتقول تش, لان التي هنا قويه مع اليو في الانجليش بتنطق تش Tuesday. عندنا بعد كده دي برضو فيها مشكله شويه, احنا في بنقولها Wednesday وهي Wednesday, اقسمها كلمتين Wednesday. عندنا بعد كده اكبر المشاكل يوم الخميس Thursday مش Thursday Thursday. عندنا بعد كده Friday, خد بالك ان Friday احيانا بتقال Friday تمام, ما بتكوش على الدي واي, ففي Friday ده نطق وفي Friday. دي بقى ايام الاسبوع في الانجليش, تنقسم لحاجتين في الانجليش Weekdays والويكند. عندنا في مصر الويكدايز هي كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه اللي هو الفرايداي. لو انت مثلا عايش في حته تانية زي ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا هتبقى ايام الاسبوع هي كل الايام ما عدا ساندي, واحيانا بيبقى ساندي ومعاه ساتردي. يبقى احنا عندنا ويك دايز وعندنا ويكند. بنستخدم مع ايام الاسبوع حرف الجر اون, زي مثلا لما اجي اقول لك I will meet you on Monday, I will meet you on Monday. بس عادي خالص انك ممكن تشيل on وتقول لواحد I'll meet you Monday, هقابلك يوم الاثنين I'll meet you Monday. فافتكر انك ممكن دايما تشيل حرف الجر on, بالذات لو بتتكلم بقى عامية وكده وعاوز تتكلم بطريقة اسرع في الامريكان انجلش. ايام الاسبوع كمان ممكن تتجمع, yeah فعلا ممكن نحط عليها اس الجامعة او plural اس. يعني مثلا لو انا عاوز اقول ان انا دايما بروح القاهرة ايام الجمعة, فممكن اقول I always go to Cairo on Fridays. Fridays. لما تحب تسأل واحد وتقول له النهاردة ايه في ايام ربنا, فتقول له بالانجلش What day is today? What day is today? What day is tomorrow? يعني بكرة هيبقى ايه في ايام ربنا. What day is tomorrow. طب لو عاوز تسأل على حاجة على امبارح كان ايه, فهتقول What day was yesterday. كنا قلنا في نص الفيديو ان احنا بنستخدم حرف الجر on مع ايام الاسبوع. افتكر بقى ان انت كمان مش محتاج تستخدم اي حروف جر لو هتجيب كلمة من الكلمات ديت قبل ايام الاسبوع, زي last Sunday, last يعني اللي فات, last Sunday, last Monday, last Tuesday. مش هنقول بقى on last Monday و on last Tuesday, هقول مثلا انا قابلته الحد اللي فات I met him last Sunday, مفيش on خالص. طيب لو بتكلم على next Sunday يعني الحد الجاي او الاثنين او الثلاثة او الاربعة ايا كان, هنقول برضو I will meet you next Sunday, مفيش on next Sunday. okay, this was everything about the days of the week in English. دي كل حاجة عن أيام الأسبوع في اللغة الإنجليزية. لو فعلا حبيت الفيديو share and like لأن دوت بيساعدنا نوصل لعدد أكبر وناس كتير تستفيد أكتر بكتير. Thanks.